السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. هذا طالة عماركم عيل، هذا العيل ولد 10 شهور مطرش من عند الصليطي، هذا واحد ومبعيل عيل وافي كامل، 4 جواير صاحي، 6 عشران ذيل مقرن، العيون كحيلة، شوفوا العيون كحيلة ما شاء الله، وهدى بالعين. أما هذاك الله أحوك بعد شوي بخبركم عنه، هذا طالة عماركم طرش من عند محمد الصليطي، كل سنة يطرش طالة عماركم عيل، السنة طرش عيلين، طرش عيلين وياهن قايد، ها كل ما الهبايب هكيل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أوه خزرني بعين، هذا خزرني بعين، شفتوا زين؟ هذا هو، سلام يا سلام يا سلام، هذا اسمه طالة عماركم. طالة عماركم صقعت ويه بيضة واسمه ظلام، لما تشوفونه وافي وافي كامل، جواي مصاحيات رويلاته وشتيفاته، والحمد لله بطن مبن هدل وياي رقم واحد، ويهابه يصالق، وهذا الطرف هذا شرات الفروفي، والطرف هذاكي شعر شعر عيل رقم واحد، دنيا صاحيات قرونة كل ما في زين. هذا طالة عماركم محمد مال شو من الهبايب، هذا مال حبش، هذا مال حبش مرباي حق رمضان، هذا من العام يرضعونه ويزتشونه زتش، وهذا ما شاء الله متساوق، وهذا وريكات الصاحيات 6 عشران وكل ما في زين تبارك الرحمن. زين هذاك طالة عماركم خبرناكم عنه ان هذاك ظلام وهذا نهار، هذاك ظلام وهذا نهار، إيه هذاك ظلام وهذا نهار. هذا طالة عماركم مال نوبي، نوبي شوفوه أبيض، أيوة يا غزال يا غزال من برا السودان، يا غزال يا غزال من برا السودان، هذا هو، هذا بوياي نوبي أبيض مقرن رقم واحد، 6 عشران ما استوى شراته 2، صاغها الصايغ ومات، صاغها الصايغ ومات، سبحانك يا رب. شوفوا هدى بالعين، شوفوا هدى بالعين، الله أكبر الله أكبر، يا سلام سلم يا سلام سلم. هذا أمة لبنانية، أمة لبنانية طالت عمرك، أم لبنانية، اللم لبنانية، هذا اللم لبنانية، والأبو عاد من ثيران، من ثيران أبو يده، يده من ثيران الختال، يده من ثيران الختال رحمة الله عليه، من كلبة ميوب، آه يده يده من ثيران الختال رحمة الله عليه، ولا اللم من لبنان، من البجير لبنانيات الأوليات، وتم هذا من هاك الوقت، عيالهم كلهم بيض غدن، قطن 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 ما استوى شرات ثيران في الدنيا العودة، إيه واحد يرطن خطر عليه يقول ده الباب فتحت لك أهلا وسهلا قلت لك، يا ست أديش ساعة ولي لي أديش الساعة، لو عندي ساعة ما سألتك وحياتك ما عندي ساعة يا ست. الله أكبر، شوفوا 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 السمن، هذا اللي هذا هدية طالة عماركم من محمد الصليطي. أما القايد فهذو هذو هذو سمعتوا به فرعون، تفرع الناب راس غير طابوقه تبارك الرحمن، راس روحه تركيبه جدر، ها تركيبه جدر، صلبوخه من الكبار. أشهر الثيران الأول في دولة الإمارات بالنسبة في عالم المناطح، مناطح ثيران اللي في الفجيرة، وشيخ ورئيس وأكبر من يكون عنده ثيران قويات شداد غلاب من هاي القويات، ما شيء شرات هو حياة الختال كانت عندهم زارع شيء، وحين يضرب أغلى ثيران توجد على مستوى الخليج العربي، اللي بلدان اللي فيها المناطح مثل الفجيرة وعمان، الفجيرة إمارة الفجيرة وسلطنة عمان، إمارة الفجيرة وسلطنة عمان هالبلدان الهنتين اللي فيهن المناطح فقط، لا يوجد أي بلد في دول الخليج فيها مناطح ثيران إلا بس الفجيرة بحلبات، وصورناكم كم مرة بحلبات المناطح، وايدة الثيران اللي الناس تفتخر فيه، يوصل قيامهم إلى مئات الآلاف. هذا يده يده يصعطون خشمه بدهن بقر ويغرون عسل، يده هذاك اللي تشوفونه، هذا يده يده راس كبر بونيت السيارة، يده راس كبر بونيت السيارة،
ايه ولا اللم لبنانيه لم قطيوه 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 ما ظهر شيء من العيال يشابه اللبو ابدا ابدا ما ظهر شيء من العيال يشابه اللبو كلهم على اللب ايه الخالات سحبن راشد راشد ايوه هذا تيران بثنينة العيوله تقطيع مال برياني ما بمال هريس مال برياني هي يخلطون اللحم بالعظم ما تخلي ولا شيء الكراعين الديل بس لهاب يلد ما يريد ولا كل شيء يريده الطحال تلا الريه الديل كل شيء ما تخلي شيء حتى القرون أباهن يا مال هباي بتحمل زين يلا شكرا يلا السلام عليكم ها راشد ها يا سرويا سرويا المقصب 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 حليل كان إيه يا سلام سلم أوه حليل حليل كل سنة وكل حول كل سنة وكل حول يا أبو أحمد مشكور يا محمد بن أحمد الصليطي مشكور يا الغالي مشكور يا البركة عادتنا الله لا قطعنا منها الله يطعمك إن شاء الله من ثمار الجنة كل سنة ما شاء الله عليه كل سنة كل سنة على هالمنوال عسل ياي من اسطنبول على بكرة هلالية عسل ياي من اسطنبول على بكرة هلالية هذا 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 سامان هذا من السعودية حق منو؟ حق صلاح. خوش صلاح. مو يدامي يودي. شو هتعراويني؟ هدية حق صلاح؟ مو ما بابا. هدية حق صلاح؟ وأنا ما حد يا بالهدية؟ مو ما. إيه. ما هدية. حق خدية ولا حق صلاح؟ مو ما. أشوف. مو كل هذي صلاح. هدية حق صلاح. من الدمام. شو برا؟ الله. أوف أوف. لا لا. هذا ها يلا بعد شو بعد يا بي حق صلاح حريم بابا حريم هذا ها مالك انت ولا حق صلاح قالوا لا لا هدية بابا كل عاد صلاح بفور جلاعي ما ادري شو هاي الاشياء شو هذا صلاح هذا هدية بابا هذا عطر له شو ما هذا بابا حقي انا ولا حقك انت من الحناية حق منو هالأشياء حق صلاح بتها تشوف ظفور بعد بعد يا قلوصي حاشك العيب ورموش بعد هذا خليه مو انا خليه مو مشكلة تعي تعي شومي شومي بريكفاست شومي شومي خبز 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 خشمك الله اليوم الجيمات وخمير ورقاق ودنقل يا سلام خيب الله زمان ما سوينا الجيمات شو ما زينة القرص ناضي صبة خفيفة فنانة ما يجيك عيين مردفيسة ما شاء الله ما شاء الله يا الخميب يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا صباح الخير يا ابو محمد صباح النور تو الناس ابوي طيور طارت برزاقها الطيور طارت برزاقها وانتم توكم هاضلين ولا قمنا ابو احمد هلا هلا هيا راعي سويبه ويش عرف ابو سويبه يا سويبه ما براعي سويبه هذا راعي الحنه والرنه والصدع والديانه هذا الزين هذا البركه يلس يلس ابوي هناك يلس صلاح كيف حالك؟ فهذا ريوق اللي طارت عمالك زين اما الخمير فيغني عليل اما الجيمات فهذا على ما تشوفون لكم عين تنظر ليش الجيمات؟ لان الجيم صغيروني صغيرون هالكبير كذلك يحطون فيه الدبس ولا الدهينه ولا شيء غرفه مطارف وكلام هذا لذلك سمي بالجيمات الجيمات صغار قطع بقطع حتى الجيمات الثانيه غير هذاك هالكويت عندهم شيء يسمونه صب الكفش القفشه هذاك الجيمات الكبار والفقاع غير
الفقاع غير والقيمات غير والخنفروش غير وكل شيء له مسمى، كل شيء وله مسمى. لكن المتعارف على القريصات هل تشوفونهن في البيئة المحلية عندنا، عندنا وعند غيرنا من الساحل البحري، القيمات شو ريوقهم اليوم؟ القيمات، هاي القيمات القريصات اللي هالكبير، الشباب غير، هذاك الشباب غير، عيد تغير وطريق تغير واسم غير وطريقه صب غير، وما يهنمون رفيع، لا هذاك هذاك يسمون شباب. اما الخمير فهذا الخمير، والشمشمو غير، والفلزي غير، والرقاق غير، والمحله غير، ومحله زايد غير، المحله ثلاث اربع نمونات، هل العرف يعرفون؟ واللي ما يعرف يتخبر هل وهم بيخبرون، لا يتصل ويرسل ويعاي، ولقمه القاضي غير، والخنفروش غير، والفقاع غير، وصب القفشه غير، وهذا غير. صلاح سمعت الرمسه؟ يقول لي عطيك القهوه تو عاد ردينا على صب الكفشه، خصبته اليورانيوم نووي مسوي صار لك كرس. لك كرس. لصب الكفشه. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. يلا تعالي يلا. صباح النور صباح النور صباح النور. اهلا اهلا اهلا. صلاح. تحرك. يدعي لك ان الله ييسر امورك. ويبارك لك ان شاء الله. يا مرحبا. بلقشوم بلقشوم؟ لا. لين من عقب الملكه. من عقب من عقب الملكه من عقب الملكه. المليك ابو يسار راس الخيمه. هذا الله يسلمك. يقومون يتكلمون يتكلمون. شوف انا ما احب الرجال اللي يتكلم وايد شوي شوي. هل انت وابوي تنزقه؟ لا لازم الشاي ابوي الشرط غالب السالفه الحين هو بياخذها هي 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 هاي كل حد ابوي كل حد يخلي شروطه انت تبين ما يتكلم وايد وتبين بيتين بيت في ابو ظبي وبيت في عمان هذا شفتوه نام وقام يتكلم هي ترى طلع اللي بقلبه اللي جاي علشان اتكلم هيك ما هو العرب شو يقول شو كلمته؟ اللي بالي بالك واللي بالي هذا اللي بالي بالك يغني عليها حمم متى كل من يالي في يدي واللي بالي بالك بدور وبراشر موعدني قال بخبرك شو اللي بالي بالك ترى هي عاد احنا يوم يخبرونا شو اللي بالي بالك الحين ترند بالي بالك خلاص بالي بالك هي نعم الله ييسر ان شاء الله بس حتشيل شعرك صح؟ هي هي من كل حد كل حد متصل يقولون لازم يعدل من شعره ما هذا ما لا بيخليهن لا عمي عادي عقب الملك انت حره وياه لكن قبل الملك ما لك حكم عليه صلاح بتعرف هدى ما يبي يشوف لا هي ولا ريلها هذا ريل هدى خلوه دبر بكشاوي ما هذا عمره 30 طيب هدى هي ها دوكم هدى تشوفي هدى حط صبيتي حليبه حق ريل؟ ايه شفت عمي الله شفت ايش قايل؟ شفت نحن شفت نحن بناتنا كيف مطيعات؟ هلا بالحب هلا بصلوح هلا بالزيت سوى ما يعرف يعرف ما يحتاج تقولي له هذا تكلم عادي صلاح تكلم صور وتكلم هي عرف صلاح كيف الحال حبيبي؟ هذا الربع دبة ما دبة الربع ربع ها هذا الدبة هي ولا انت شوية تبي هذا انا هجيب انا ابوي حد غير بيسوي له انت بس الا اشا هدى حطي له مربتين مربتين حطوا له شو الاخبار صلوحه؟ ديالك كبيده ها شو؟ الكبيده الحب ديالك يا سلام سلم هدى مزرين الايام من هذا مربتين خيبه اي لازم تعوت الريال ايه عرس امين حلو والله فرحان الا صلاح في العرس حاسس به كل حد من هذا يقولون يبي الفكاك صراحه مربتين تبي تفتك قولي هدى حطي لي شوي خبيز من هاك القيمات حطي شوي وانا مربتين هم سوت ان ام محمد كيف عمي؟ هذا اللي حطيتيه هذا حقه هو حقي انا هذا حقك انت؟ لا لا شوف
شوي شوي من قدك من قدك. هذول خدمات خدمات فايف ستار حقي انا بالطعمه. يا فتش ناس مع فتاه المغرب الله خلوه يخدم نفسه لا لا يا الدنيا ايه باعك ما كنا حاطين خيب خلاص على بالله فيها النحيس انت من حسك يا رب مر. هب مرق ضرب كراعي ابوك فيها زبون لك ما تدي ما ليش يا صح حرام صار انا ما بخوك انا ما بخوك ما لا هيك ليش تدفرني على هاي انت داز لي منو عيال صلاح صدق عم ضارب الهريس يا رمضان الله ولي لا الربع فشن بلاد شناص انت ها عندكم علي بيك لا قبلهم بلاد علي بيك شو وش اسمه هذا؟ ربيع الحمام؟ لا ربيع الحمام. 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 ضيحة سرية زين شايف هدف التقطة هي ومن كثر الحب والغرام تلوح من فوق وطاح هي وركلوه في سحاب شوية شوية بند عنده الفيوز بعدين شوي شيء تعورك؟ شيء عورك يوم طحت؟ لا لا ما ودي هاي الممري البرمجة اختار البرمجة زينة قبل البرمجة وقبل عقب الطيحة زينة لا قبل يوم طح شوية البرمجة ما اختلت لا لا ما اختلت زينة مرة الحمد لله ردوها مرة ربنا كان اختلت شوي والمستشفى ردوها هي الحمد لله لا الحمد لله الرجال صاحي من عقب الطيحة لا أشوف رأيي حنا هذا ما شاء الله شوفوا هذه هاي طريقة الحنة التقليدية الأول يسمونها طبوقة يحطون تيشرات اللقمة في اليدين البنية وسكروها وربطوها شوف الحنة كيف مسعود صباح الخير ام لطيفه شوف الحنة ما شاء الله تبارك الرحمن حبيبتي الله يجعلها في ميزانك هذا امها لطيفه يدت عيالي ام محمد كل شيء تقوله كل شيء لازم انت تحط الحلقة لازم يعرفون منو لطيفه ايش عرف ام لطيفه منو خلي لا ما تقول لا تقول قليتي ويدي يمكن مدخل كفشه يا وتلج تعالي 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 ها ها انجليزي لا انجليزي لا تقول لي تشاملي طلع تكلمي عربي شوف قلتي له مبروك قلتي كونجراتوليشن ليش مبروك هذا الريل خفان انت خفان ما كان واقول ما انا في جلسيني واقول روي عمان يومين في عمان ويومين اني بس نحب قد يا طريق رايحين جاي لا لا ما يرضى ما يرضى ما يرضى لا لازم سيد عمان انت ما بتقولي ما رمستي ام انت بس خلاص والله شويه ام ريلي ما كلمها عمتي موزه قولي عمتي بنانا نحن سميتها مدلع انت ليش مسمنها بنانا؟ هي اسمها موزة وانا انت مسمن مدلع عمك بنانا هي والله ومو بنانا انا اللي قاعد لا هو وهو يقول لها موزة لا لا ماما بنانا الله يبارك لكم ان شاء الله وليا حاضرية شو صلاح؟ موزة موزة امه ايه امه موزة ايه طاقة يا حليلك يا هدى يا مسكينة يا هدى تعوضي من اللي ملقيت تعوضي من اللي ملقيت الحمد لله ظل راقل ولا ظل حيطة يا حليلك يا هدى مسكينة هذا وين الله كتب لك النص الحظ الحظ صار شرق وغرب يوم يا عندك مات ما يحب لي الحظ مات بعد ما تأخر خلاص ايه قعد زي الريايل وجميع شو لك تناس لي ها لا 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 الامور طيبه ماشي الاحلام كانه ما شيء ما شيء انت ما شاء الله شوف من امس اليوم صار
هي انطلق لسانه ما حد يشوفك ويهج فريح ودينة وخايفة من الله وشيلتك وعباتك هذه حرمة. بس اوقف شوية. وقف عادة. لا بقى يا أجلو. يا ربي يا هدى مسكينة يا هدى. الحمد لله يا هدى هذا الحق هذا يوم الله كتب لك نصيب. هذا النصيب كذا احب انا اصحابي هذا ما بيتكلم قلت له لا ترمس يا سيدي انا اللي خسر لي يا سيدي مو انت اللي اشترى هذا نصيب ايش بعدين اخذت ايش نصيبك ماني انا مسخوطه مع ربي العالمين لا هذا النصيب كذا احب انا صغيرون يحبني لكن هلا هلا لا يدرون فضح يقول هذا النصيب كتب احب انا صغيرون يحبني لكن اخاف هلا لا يدرون فضحتني يا هوى تاليك شاب الراس ما حد دام علتي يا غير عز الناس مبروك يا مبروك يا الربع مبروك مبروك ما دبر مبروك 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 الله يبارك يلا قم قم واي صلاح مبروك ليه صلاح مسبح ها متسبح سليم شو شو سليم لا لا متسبح متلبس ومتعدل ويبي يصير دبي دار الحي عنده هدوء وحليلك انت يا ابوي من عمان دار الخير ودار الكرامه ودار العز يا ابي هدومه وعلمه وخبره حتى فوت وياه ما قال سائل عند عرب اخذ من فوادهم يجز ابوي مسمين يزوع مسمين يزوع عين الله من الهزيله قد مرني اول شيء تسلم هناك خلي يسلم على الربع هدى خلي يسلم على الربع لا تمصعينه لا حطيت سلم على صديقه سلم على ريلها اذا ما ابغاك ريال ما حبغيك سلم على عيوني يلا حبيبي تعال 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 يدي 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 لا خلا من اسمك هديتك بس عاد مهب يا لا خليت منك ولا من اسمك يا حبيبي صلاح تعال بيحبك كبوسه بوسه يا تحبه صلاح خالد بوسه هديتك حبك العافية نطقم ويا اليد اليوم يا فديتك فديت وجهك ايه خلي داني هلو كنا ود باكستانيين لا جميل احسن من حمود كي غدو تنمونه طاويل بس عاد على الباكستاني ما يخافون الخشب لا والله يبغى يتكلم تليفون كل يوم هذه صارت فيها عاده ديت كده بديت وجهك يا تعيش لي ريجي تعال تعال انت تعال خالد يا سرت ريق لا خليت باي لا خليت منك ولا من ابوك ولا من اسمك ولا من رسمك يا السمي يا بديتك قول حبيبي قول حبيبي يدي حبيبي ما اعرف هذا يلا قول حبيبي سماواك حبيبي حبك العافيه فديتك انا ليش شو توه قال حفرت قبري بيدي حفرت قبري بيدي لا 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 حفرت قبرك بيدي حلوه يا قم عاد سرت تعدى العروس هناك مخلينها روحها كل شيء قبل لا نبدأ ها؟ كل شيء قبل لا نبدأ ليش؟ قالت شو قالت؟ أنت عارف حقيقته من الأول إحنا بالعكس إحنا ما بيناتنا غش تبي لي كل يوم أضحك كل يوم لا لازم يوم تواجع ويوم تلاسن يوم تضحك ويوم وما إحنا المعاتب بين الاثنين هي إذا ذاك مغرب وهذا ظنين إيه حتى ترى لحالات جابون هي ترى شيء شيء منهن شرات الهريسة ما تطيب إلا بالضراب ايه اليوم ما شي ضحك يوم ضرابه ويوم وقعه ويوم صدعه ويوم ديان قم عاد سر هناك انت سرت واحترت زايق العوايد يتدخل بالعوايد ليش بعد هاي حطيت وراه خلي عشان ظهر ما يعوض بقى ايه من الحينه غليت يا حب جيرانك وابغى اللي ما يدانون شوف انت وموت يا الحاسد بغيظك ومن الوزة طرطر ثيابك شوفي يا موت العدو تتقطع حويجك من فوق ظهرك
شوف الحسد. الله يهني سعيد بسعيدة على قولة الخال. خلي سعيد وسعيدة وربي غير يجيب الرزق انت خرج منا غنتاعي. مبروك 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 مبروك. قهوة الفنجان هذا ولا أصغر منه؟ خلي الحاسد المكار يموت بغيظة. حاسد المكار. أنا أبو حشة لله. حشة لله. لا 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 ما يبقى معذب. انا ابوك معذره وفضل انه في مواعينه. ويا سهدى وتفني الفريق فريق العمل كلهم. تعال سر يسرك عند الارباب مالك. اليوم هيشوفوا فريق العمل مكان ثاني. تعال نسينا اخبركم هدى اليوم وين بنصير نحن؟ عندي السالفه من اولها لين اخرها. اليوم اخبر من اول. هي لا من اليوم بنظهر بنصلي العشاء وين؟ رايحين مكان انا وانت عمي اقوله ولا لا؟ هي قولي حبل انا وانت كلنا بنسير رايح المعرض على القريه العالميه صح؟ لا المعرض ما باكيد. المعرض مو باكيد. هي. رايح القريه العالميه. هي ان شاء الله من عقب صلاه العشاء بكون هناك. من بيكون الفريق العمل عباره عن ابو راشد. هي. لا ابو راشد توه بان معي عمي ابو راشد. اول كل خالد وخالد. اول عمي. ها؟ أنا ما بسيء. ما نبا؟ حرام على كل ولا أبو راشد. هي يا أبو محمد. هي يا أبو محمد. ما قال ما نبا؟ هذيك مباع خارقة تروح مباع داخل. هي والله. ما في أحد فرحان لك قد أنا رب العالمين تاقم لي واللي الدنيا ضاعت فيك. الدنيا. ما كانت أنا الحمد لله بخير. بخير. وسعادة. يا حبيبي بخير. لا انا الحمد لله ما في شيء تراني الا الطيب والمحبه والضحكه من السن للسن. لا انت تعبان يا ابو راشد. تعبان محتل ترى شرب طاسة حلول لازم لازم شوي بيتغير. لازم شوي لك الحمد لله انه بخير. يعني خلاص عارفه انت جيتي غتوريني. اسمع ابو راشد هدى فريق العمل منو؟ فريق العمل اليوم عمي خالد الخالدي. انزين منهل. ايه. وبعدين هدى الزموريه. انزين. وبعدين براشد. انزين. وبعدين لا بعدين صلاح. بعدين إيه؟ صلاح. اسكت عسى شويه الله يخليك. وبعدين براشد. انزين. وبعدين ريلي الحليو الجميل. الله الله الله. الله يحفظوني يمشي حسان. امين يا رب العالمين. امين. واسد نسيتي اسد؟ اي صح واسد حيروح معنا. ايه فريق وعبد القادر. شو؟ لا انا وصلاح. بلاك انا بسير وصلاح. هي سيايير هنتين انت بسير ويا صلاح. صلاح انت ويا الدريول. زين لا بسير ويانا انت ويانا. اول ما نوصل القريه العالميه هي تنتظرونا قدام الباب. هذا الفريق اللي توي فوق 12 نفر نسوي دور رزفه وبعدين بندخل. سته بسته. شو الاغنيه؟ العروسه والعريس طاب لي لك يا عريس. العروسه والعريس طاب لي لك يا عريس. العروسه والعريس صاحب باب الخميس. العروسه والعريس بياكلوا صحن الهريس. العروسه والعريس اي والله كان حد يملك قبل رمضان بيوم ولا يومين. عمي راشد مقهور مقهور مقهور. ليش مقهور ربع مقهور ترى يوم كله حرام حيكتك مني يا ربي. هي انا حتى ولا بتزوج حسن ابن في مجموعه خالد الخالدي يا ربي. هي شو تحررت بسير بعيد الحين بنضم حق فريق معقل هتيل اقول هاي ترى السن يضحك للسن والقلب فيه خديعه بس هي. يا ربي هاي الله اكبر السن بالسن يضحك والقلب شايل عداوه. هي هذا نحن حتى نحن عندنا وصف هذا السن بالسن يضحك والقلب شايل عداوه. احنا كنقول السن يضحك للسن والقلب فيه الخديعه. الخديعه يعني تضحك لي وحبيبي وخويا ولكن اللي طالع بيه غلط تراب وملح حيت كاينه هاد النوعيه. ولا انت غسكت خلينا شرحنا شفت هاد النوعيه وايد 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 سارت. الله يفكنا من شرها والله يبعدها من امين امين امين. سمع الصلاه قلتي حمين تقولي حمين لا مو حقك انت بس شويه توك بادي انت بتقولي لي انا كم اسوي قصيده. لا 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 ما تحتاج هاي العروس مع الريل الحين في عصمه رجل. هي اها
الخنير 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 حلو براد حلو براد هذا ابوك توك ها الملبق الملبق ها شو نسوي فيلم زين الحين حتى الاخبار تسوي فيلم هذا روحه فيلم نسوي فيلم لا تكالي صلاح خليك ويانا هاي تسوي الربع الحين كم اسم سوايل لك اسمك الاصلي عبد الرحمن ودلعونك في الفريج عبود عبدو ها وكم لبوقه لك وايد هذا طلع لك الربع ربع توله الميسم والملبق والولاعة والكبريت مرة ثانية إذا طلع لي شيء اسمع مرة ثانية إذا من اليوم لا يقولوا لك الربع لا يقولوا زقرب اسمك زقرب أبو نواف أبو نواف مكبرها خلت تعرسين وتحملين وين أنا نواف بعد وين دراني بالبراسلة محمد كلهم براشد شو طح لنا هذا الاسم وقلنا لك هي والله نواف ما له شيء اسم انا اتشرب نواف الحين الثاني هدى هدى الحين هاي المعرس ما طعمتي شيء من طباخك خيبه تسلم لي عن زوجها مقنطبخ طبخ لحاله والزوج لحاله كل شيء انزين اليوم تدري اليوم شو غدانا اليوم مطفي صافي وعيش ابيض وعيش محمر بعد اليوم ومسوين بعد عيش ابيض من غير ومسوين مرقوق مرقوق على لحمة عيل لا لا هدى خلافي بيت الزوجية الحين هدى ما تسوي شيء الحين لا هاي عروس وزاهبة هاي صلاح يضحك كل ما قلنا عروس ضحك صلاح الحين باقي اليوم بنسي القرية العالمية بناخذ الخنير والبشت والشطفة وعقال يطلع احنا ما نشتري الجاهز عمي بعد لا حول لا وشبه بعد أقول لك كل هالأشياء تكلمنا فيها شوف أنا دلعت لك هودك على الخيار كل شيء هذا بس ما تكلمنا في شيء عمي شو شو هذا كلية أيوه مصروفي الشهري ها مصروف لق هذاك لا شهادة لق على البنت ملي كتزوج كيبقى يصرف عليها با لق خلاص هو تبرع عاد لا عن خالدي لا هذا ما يبغى روح بيكد رجال كديج بيستوي عليه انت ما قلتي ما عليك لو حتى الجليل ما بلازم الكثير مهندس مهندس ليش احنا نخبي المهارات ماله من بكره بنقدم لك وظيفه والله من صدق رمسك بنقدم لك وظيفه وبتتعين وبتحيمشي لك الراتب وبيك الخير في بلاد الخير عمان والامارات واحد ابوي عينين في راس اشتغلت في الامارات ولا اشتغلت في عمان كلها بلاد وحده هي نعم ها بديش بديش تبي تسيره الساعه 11 حبيبي لا. نص ساعه وتوكل على الله الحين بيجي منهل من جايب الكفر منهل كفر ما تليفونات اثنين يداد لونهن حمر لا لا الحين جاي في الدرب تسير انت ابن جايين صلاح حتى ساعه ما كملنا دق له تليفون قول له تاخر علينا انقفض مستعجل هو بيروح هي والله متلاحج الصراط يبي لا يمي بي يسرط بيتغدى عند بدريه وين بعد شو تسوين تسيري وتوي الريل لا هي والله شلي ريلك وسيروا ضربه خلونا نحن انا ابو راشد عندنا سالفه راس زين لا لا ما بزعلان شي زعل ابو راشد بحياته ما زعل ولا شي جالس ومبسوط يدق الهيل ويغني يا لي وبدك يا هس ابو اسمه غني غني يا لي يا عين اقول سمعوا من سمع أيوة. واستمع يا من سمع ايوه ما دام جو المحبه بحضورنا قد بدا وما دام هذا الرجل اللي يسمونه الربع وشلون ما يشتاق اللي يحبك هدى هدى هذا عاد يسامحونا المعاريس على القصور اسكت خلنا نصلي على النبي ربني بالعيد يلا سلام سلام على رسول الله إلى جاي لجا سيدنا محمد اللهم عجل علي عريسنا مرهون هو مرهون وجع مبروك 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 من كل مال ومن هالعيال
من كل مال من هالعيال تباركتوا يعني هم عياله. اوكي يا هدى مبروك تفرحون. يا هدى ما عندك سم. لا تصيحين يا هدى لا تصيح. الفرحه الفرحه دموع الفرح دموع الفرح دموع الفرح دموع الفرح هاي دموع الفرح بالله عليك. مبروك يا الربع مبروك 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 حلمك تحقق حلمك. لسه ما وافقش قالك مبروك. صلاح مبروك قلت مبروك بارك الربع مبروك 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 الحمد لله رب العالمين. من كل مال من العيال من تل من اهل المال ومن العيال. ها كلهم تسكت اخوي تسكت اخوي تسكت اخوي الله يرحمك الوالد. لا حد شيء كلهم يبون يفتكون مني. وين ساير براشد؟ جبل هب اليم وين هو بلا حلول. ها تحلوه تحلوه. شكرا صلاح. حلوه حلوه. ايه ما كل ولد زعل براشد يا صلاح. صلاح حبيبي ما حد يسبحك ترى برانا سيرة البوسنة البوسنة العيد العيد بعد العيد. ها ليه ليه ليش اي اثنين بيت اي اثنين غرف يعني. لا 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 الحق في الفندق الفندق هو اللي يسبحك من يتعبل منك انت. انا ابوي مارو لا لا خلاص عنده صلاح ضرع على نخير صار ابو راشد. كليم 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 انت بابا انا من انت. لا لا حط لي تليفونك تعال انا ما اقول شيء. سوي زي كذي عشان ما تشخر. ما خوامه هنا. ايه بكر بعدني احط كلينكس من عفتي اما اموت. عشان الموت وعزرائيل يرجع. عشان انا ايش يشخر؟ طلع في الموت ونزل فيها. طلع يا عزرائيل اطلع خلي عشان يموتك نفتك منك. بعد. ايه بعد. شو صلاح؟ صلاح شو بلاكم؟ كم وصلت الساعة؟ 11 وربع باقي ربع 11 وربع. لا تسأل لا مسقوش تجبدوا اسم الربع لو سمحتم. قله ايه؟ لحد درجة 25 35 انسوا شيء اسمه الربع. اكو يمن هذا يمن والله هذا هاي السيارة طالع هذا وياي جاي هدية هدية جايب لك هدية وانت ابدا ما تمشي الا بدهان السير مصالح. أنا أبوك تعادل. ايش بدي لا. ساعة ساعة. إيه. شو؟ حتى يعني ثلث ونص. ربع. ربع لا. ربع لا. إيه. كل شيء مسموح تقولونه إلا الربع. وقف شوي. وقف. زيد تمشى. تمشى عشان الدم يتمشى فيك. تسوون تدريب على تمشون حق الكوشة. والله العظيم ايه والله العظيم قلت لك ايش عمي. ها ما شاء الله ما شاء الله عليكم. انت بحال بحال خويا بحال بحال انزيد خاوت عليك هيك لا بالضاله بحال بحال وليدي. اي وليدك اكبر عنك. انت انت مجنونه مضروبه في راسها. ها شوف ودمالها مسكينه ما عليهاش الله ما عندها حظ مالها ودم سخوطة الوالدين جاري على لا لا دابا تشوف راجلك كيكون زين ومقود تعرف. يا ربي يا هدي حظك 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 راحت لا 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 يا استاذ ها هادو ياك قرطاج هالبشر هذا باي كذا قرطاج. شو قرطاج؟ الله والله شو؟ هدي هدي هذا ماشي هادو حنياب هادو يا شاف من الدريش اني جايب قراطيس ما بياب شيء وياه. لا موجود موجود. شو تقولون؟ اقول لك هاي استاذ مبروك. هي نعم. الله يهديك مبروك. انت صبرتي ونتي. اللي كيصبر ديما كينول. الله حصلتك حصلتك. حصلت اللي في بالك من سنين يا الربع. انت غسكت وفوت عليك. انا قلت راه صدق هذا اللي استوى. هو صبر ونال. لا تدخل العوائل لا تدخل العوائل. هي 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 مالي شغل مالي شغل. قلت لي مره ثانيه الربع حشتكي عليك. هذا بيموت على منهل بيموت على منهل. اه جايب لك 100 اوراق. هذاك اليوم هديه بيموت على ما الله ما حد يلوي عليه ولا يحب حد. هديه وين هديه؟
وين هذا الكبر؟ الكبر الكبر وين؟ الكبر وين بمنهل؟ قلت له كبر الاسبوع الماضي ما اختار. ها ها شو كيفك؟ سلم عليها امي. شو اخبارك؟ ها بيصيرون منهل بيصير صلاح بترخص يلا توكل على الله يحفظك. متى بترد؟ متى بترجع؟ يلا نحب خلاف حق سيره. تغدى تغدى ورقد شويه حق في الليل هناك نقدر نعرعر الدنيا كلها. دبي اللي بيصير ما يجلس مكان واحد يعرعر. دبي يصير وهل تعرعير حبتين السكر على عمره تعرف. هي طب صبر شو بلاك؟ وين بسير الحين انت؟ هي صلوا اول زين صلوا وتغدوا ورقد. ارقد لك ساعه ساعه. هي ويجيبوا تذهبوا كنادير. كنادير ثلاث خيبتين. ثلاث كنادير ثلاث كنادير وسفرتين ونعال وجوتي خيبه. يلا الله يحفظكم. اربع سنين خندور ما لا هناك بناخذ شيء. لا بناخذ لبش معك لعبد الرحمن الربع في هديه. اخذها هذه هذا الحين ما خاصه. عمي اليوم شيله عند مندوس. ابو محمد هنا ما راح عشان ما تقول ما ما, ما تصيرون انتم. انا اسوي دعايه ما تصيرون. خبر الجمهور قول قول ها دخلت العطار. ايه خبرهم هاي كشخه. شو كشخه؟ اسمها خديجه. شو ايوه لا دال المزهريه. ايه شو تي شو ايوه صد عاد جداي. ايه ها وحين عاد رمس العرب. قولهم هاي كشخة شو؟ هاي الكشخة راح يصلي الجمعة. هي تدخن تتعطر تتطيب. هي يصير يصلي الجمعة وترد وترجع عقل النظارة شوي تي. الله اكبر يا سلام. اف يا سعد حظها هدى. بطيح الهب ماله ما وراه والي. علي بيك الحين مطرش مسج حبيبي علي بيك. هي يقول انك تدي ودا تصير عند ابوك كم مره يقرا عليك. ايه رحت عند ابونا انا قرا عليك من عقب الشو. عقب ما طحت. طحت كم كملت في الغيبوبه؟ كم ثلاث ايام غيبوبه. ما تدري بالعرب؟ ما ادري لكن الحمد لله. الحمد لله الامور طيبه. الحمد لله الحمد لله انت بخير الحين وسهاله. ان شاء الله بتعرس بتجيب العيال الدريه الصالح. العرس ضروري عاد العرس. هي هي العروس موجوده. العروس موجوده. هي بس خلاص الملك راح راس الخيمه. هي راح بنرد محمد عثمان من يرد سيده بخليه يملك. راح ان شاء الله. ان شاء الله. شنو اسمها طار عاد؟ جنتلمان. الله اكبر اذا انت ما بجنتلمان منو جنتلمان؟ كيف ما تبغى هدى؟ والله ينت من شافك. ينت اي والله تخبلت فقيره ما رسوقه بقيت. مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. جديدنا اللي جد طالت اعماركم انه ماشي سيره القريه العالميه. تعايزنا تعايزنا من سيره عن سيره القريه العالميه وان شاء الله انه بنشوف بكره شو يستوي الوضع. يعني ما كان لي بارض هذا اولا. خلنا عن السيره واذا الله راد اليوم احينا بتري الربع بيت لبس ونحن متلبسين خلاص بنسير الجاليريا ومن الجاليريا بنسير نتمشى في ممشى السعديات لين الساعة 12 واحدة في الليل وبنضوي بيوتنا إن شاء الله. هذا محمد سألنا من وين؟ قال من الإمارات. من وين؟ من أي إمارة يا محمد؟ إمارة السبعة. ما بعد الإمارات السبعة. يلا ما شيء تعب أنت. هذا 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 الربع. تعرف الربع؟ منو الربع؟ الولد ولدك صح؟ هي ودي هذا. هذا ربع توده. هي تعرفه؟ نعم. هذا من فايز في سباق الماراثون. زينه؟ زينه. الله يحفظك. ما خبرت شو اسمك انت؟ محمد. الله والنعم محمد. حياك الله يا محمد. مع السلامه. الله يحفظك حبيبي. مشكورين. الله يحفظك. هذا الله يسلمك. نحن سرنا قبل تعال ربع. انا اخذ الجماعه. هذا سرنا طالت اعماركم قبل الجاليريا. ولن القريرية ما تروم تمشي زحمة أمة لا إله إلا الله. وقفنا السيارة وقفت ما باركينج بالصدفة مرة عدال الممشى هذا وين اللي تدخلون من سيدة. دخلنا المول. يوم دخلنا المول لن العالم أمة لا إله إلا الله ما تروم تمشي من الوادي في القريرية مول.
شوف عمري انا في شيء مختلف. هرني ابوي ما بلا بالسفر العقاب ساير ابوي حاسر مفرع يا اخي مصيبه. دوم لكم لو بابا خد بس ركبت الدري يوم شفت العالم نجست مره مره بشاره بشاره يوتير ركبت سياره تبين عاد الممشى السعديات ولان بعد ما شاء الله امه تمشي فيه امم المطاعم تقريبا شبه ممزوره والعالم ما شاء الله المكان ينغش من الوادي وتمشينا وعينا من الله خير ونحب نكمل عاد مشينا نحن تونا بادين المشي. تعرفه هذا ابنه؟ هذا؟ ايه اول مره التقي فيه. انا عارف ابنه عارف يده ما عارفه هو ولا عارفه ابوه. تعرف اليد؟ اليد جيل طيبين. قديم انت. انا ما بقديم شكد قديم انت قديم. كيف حالك؟ الله يعطيك الشهاده. يدك منو؟ يدي عبيد مصبح العميم. والله والنعم. نعم الحال. رد السلام على اهل. يوصل. ويدك خوالك وعمامك كلهم. ان شاء الله. وناس طيبين وحريالي وياك منو؟ محمد عود. محمد يا مرحبا ابو جاسم. يا مرحبا. ايش حالك؟ الحمد لله. تستاهل دوم ان شاء الله. وهذه سالفتنا طارت عماركم. بنمشي من بونا في المول ونسيت اني ساير حاسب. نسيت اني ساير اللي يتخبر عن براشد براشد يا ظرف طارئ وترخص. قال ابو محمد انا عندي ظرف طارئ لهل شويه مو بصاحين. الى عمان. ومسير عمان. قال له عليك الرب حاضر وتوكل على الله. وحين هو بيت ابوي عند هله هي شيخه البلادين ظاهر عنا. قال انا لهل مو بصاحين ان شاء الله بسير عمان. قال له عليك الرب حاضر وتوكل على الله. الربع ما بياي وياه الربع انا جاي بنا انا عازم منه راشد روح حياي والربع وروح حياي. استعزمني دقيت له تليفون قلت له عندك شغل قال لي لا والله. قال عيال قلت له عيال قرب عندي قال عيوني تيك. وصلنا في عايض وسلنا على موتر ويا ذهلنا برسم الخدمه برسم الخدمه ارجنت ابن محمد كان ودنا نشوفك في القريه اليوم بنا موجودين في القرية لكن سلم سلاما كبير على ابو راشد واذا حولك حواليك خلي يشوف المقطع. يا مرحبا استاذ محمد. كان برنامجنا اليوم سيد القرية العالمية وبناكل هوانا بنضحك وعندك ودونك بنتمشى بنكسر اليوز بنقصر الدوب لو بتمشى لين يميل ميل العود يحتني يا غير طالت اعماركم. حصل ظرف طارئ خلى ابو راشد يسير ونحن خلنا عن السير. بكرة العلم عند الله شو برنامجنا لكن خلنا عن السير بسبب ان الامر الطارئ اللي صار استوى على ابو راشد. فهذا الفيديو اللي توني حطيته من الجمعة عدة فيديوهات يب من الوادم اللي يتريوننا في القرية العالمية. جماهير الغفيرة. هي والله منو؟ جماهير الغفيرة. شوف انت. فالوادم حد منهم يعني عادة اليوم بسير اخبر فاللي بنتلاقى وياه هل نتلاقى وياهم خلينا نحدد مكان لقائنا وياهم. فسبحان الله مره كتب لنا نصيب. فقدم اعتذاري انا والاخ العزيز الابن الصادق ربع توله ان نحن ما جينا اليوم لكن ان شاء الله ان غدا اللي ناظره قريب يمكن باكر نسير شرب من الغرب. نحن برنامج باكر بعدنا ما عندنا يقين لكن ان شاء الله بنسير مكان وين الله اعلم. السعديات ما شاء الله يكاد يكون فل من المطاعم. منشا السعديات منشا جميل وفنان ورقيله في الدنيا كلها فيه على البحر وممتع المشي فيها. بهو عريض الممشى بلاد من كبرى جماليه المباني اللي فيه مكان في قمه الروعه قمة الروعة والجو يعني يسوى الدنيا وما حاش حوشة وعالم والله طويل فيه قدام هناك وايد عالم والطرف هذا نحن في أولين من الطرف هذا فلذلك ما في وايد عالم لكن العالم أكثرها هناك في النصيف وفي الطرف. مكان جميل ويسوى ويستاهل من عنيله على البحر. أفرح يوم أشوف مطعم فل ممزول لين عينه أفرح. تحرى مال أبويا تحرى الإيراد ماله بيصب في حسابي
هي والله كم أفرح وأكون سعيد يوم أشوف مطاعم ممزورة.